بودكار نقول لها صباح الخير واهلا وسهلا بك. صباح الخير، صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك ايمان، سعداء جدا انك تكوني ضيفتنا لنهار اليوم في صباح الشروق. الله يسلمك الاخت ايمان، نقول لكم صباح الخير عليكم. صباح الخير للاخت اكرام اللي راهي معاك. صباح صباح النور. الخير اللي راهو غايب علينا اليوم. تحية كبيرة لطفي عيشوني اللي كان عندك أيضا مرور جميل معاه في برنامج صباح الشروق هذه مدة. ما سماني الأخت لطفي شروقية، راني بتشروق درجة. صح شروقية، وسعداء جدا أنك من عائلة الشروق. سعاد قبل أو سعاد قلت لك إيمان عفوا، قبل ما نبداو حوارنا والدردشة الصغيرة قولي لنا برك وش هي الأحوال تاع الجالية تاعنا في فرنسا؟ صراحة مرينا يعني في مرحلة صعيبة بسبب وباء، يعني أنا كوني في الغربة راني يعني باش نتفاهموا في الحظر الاول اللي كان في فرنسا، انا كنت متواجده هذاك الوقت في الجزائر، كان لانه كان عندي تصوير جوستومون عمل بالشروق. داكو دونك كنتي رحتي بعد ما غلقوا المطارات. انا كان عندي عمل، كان عندي تصوير في شهر فيفري، غير كملت وكنت راجعه فرنسا ثم غلقوا. وانتي متعودة انك طولي الغيبة على الجزائر ايمان ولا لا؟ هذه اول مرة ربما اللي عندك شحال ما جيتيش البلاد. ما عنديش بزاف كما قلت لك، بعد ما صار المشكل تاع غلق الحدود قعدت في قعدت بلوكي اون الجيري 3 شهور، ومن بعد جيت عاود شهر جوان، يعني دوكا ما جيتش للجزائر دوبي لو موان دو جوان. وقبل جائحة الكورونا كنت نهبط 4 5 حتى 6 مرات في السنة للجزائر، كوني دوك دخلت يعني في هذا الميدان وحطيت في أول خطوة، يعني جاسيوم لازم. إيمان أيضا الناس وجهك يعني مألوف لهم، شافوك في الكثير من الأعمال الدرامية، وأيضا كان عندك تجربة مميزة جدا عبر قناة شروق تي في هي احكي يا ابني اللي كانت في رمضان اللي فات. احكي لنا شوية على التجربة وقولي لنا إذا راح تكرري تجربة أيضا في رمضان القادم إن شاء الله. إن شاء الله. كان عندي عمل قناة الشروق، العمل هو اسمع يا بني، هو كان سيت كوم في قالب جديد، كان يعني احنا بالعاده نشوفوا عاديه يعني سيت كوم في 5 دقائق خلاص، درنا له هذه المره تلوين مقالات وحكم وعبر للناس باش تستفاد منها، يعني كنا كل يوم في هذه نعلموا اللي رانا عايشينها في حياتنا اليوميه. وكاين اسمع يا ابني 2 الجزء الثاني ولا ما كاش؟ ندو سكوب. ما كاش يا ابني كونو سيت كوم، يعني اون جينيرال لي سيت كوم ما كاش جزء اول ثاني. ان شاء الله ربما راح شيء اخر. على كل حال انا عندي عروض، يعني العروض كانت بدات تجيني من بدايه من شهر سبتمبر، بدات العروض تجيني وبداوا التصوير. كوني بفرنسا يعني مشكل فيها. عندك يعني اعمال راهي جاهزه ولا راكي راح تجهزيها يعني بروشينمون؟ نو، اعمال جاهزه ما عنديش. اعمال جاهزه ما عنديش، ولكن عندي ان شاء الله كما قلت الاخت ايمان عندي عروض، ولكن لحد الان ما نقدرش نبدا فيها العروض كوني متواجده بديار الغربه. ما فكرتيش انك ربما تستعيني بما انك ربما درتي السيت كوم كان فيه الحكم وبقالات، ما خممتيش انك تستعيني ربما بفرقه تقنيه تما في فرنسا وتصوري حلقات وتقدري تبعتيهم؟ هذا ما يمنعش انه حتى لو ما جيتيش للجزائر تقدري ربما تخدمي. أني نعطيك في الافكار، أني نعاون فيه. لا صح، لانه على بالنا باللي في كورونا كاين بزاف فنانين استعملوا هذه التقنيه. صح. لا يعني ما جاتنيش الفكره صراحه، ما جاتنيش الفكره هذه تاع اللي نصور لهنا. انا تكلفت نكون مع الطاقم، طاقم العمل في الجزائر، مع المخرج اللي
كنت معاه الاستاذ نحييه ولا وفقني الاستاذ ياسر كردي اللي كنت خدمت معاه اسمع يا بني. انا يعني صراحه نحب نكون مع طاقم العمل، مع المخرج، مساعده المخرج، مع كاع ليكيب، لا هنا جو سونسور يعني نقدر حاجه بالتليفون تاعي، ولكن باش نجيب كل ليكيب جوبونس با العمل يخرج شبه كيما يعني. ولا 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 تحتمت يعني، تحتمت يعني بعيد الشر نقولوا، تحتمت ولازم تكوني تعملي العمل تما كيما قالت لك ايمان بهذيك التقنيه، حتقبلي يعني ديريها باش تقدمي يعني الاضافه تاعك؟ بيان سور بوكوا با، مادام يكون العمل حنا المشاهد الكريم عزيز علينا، ومادا بينا نعطيو له حاجه شابه وحاجه نقيه. يعني انا جيت كو مون بوسيبل، حنا اول حاجه نتمنى نتمنى الحضور ان شاء الله. انا راني نهضر دوكا باسم الجامعه مغتربه، لانه والله صراحه يعني مرينا من غلق الحدود هذا، مادام يعني كاين يعني حلول، كاين لو تيست فيه بزاف حلول، يعني هكذا مربوط نهبطوا لوطننا الحبيب، نشوفوا عايش احبابنا اللي عنده عمل العمل تاعو صالحوا، انه غلق الحدود مش مشكل صراحه. انا نعرف معايا يعني نقدم كل اجتماعي لهنا اللي كان عندهم وفاء الجزائر، وضرني قلبي كي شفتهم. المخلوقه هذه جاتي ما قدرتش حتى تنزل تحضر جنازه الاب، صراحه تنصفي شيء مؤسف. للاسف كنا تناولنا هذا الموضوع بزاف في برنامج صباح الشروق، والحمد لله انه بدات فيه تحرك، بدات عمليات اجلاء للجزائريين اللي عندهم الفيزا يعني تشنغل الفيزا دي، يقدروا يهبطوا الجزائر في انتظار انه تمتد الى المقيمين الجزائريين بالخارج ان شاء الله. وان شاء الله نشوفوك بيناتنا ايضا ايمان. ايمان قولي لي برك، قبل قليل قلتي لي كانت عندك عروض، عده عروض، حبينا نعرفوا نوع العروض، اذا كانت مسلسلات دراميه، دي سيت كوم، او برامج، بما انك قدمتي نقدروا نقولوا برنامج. كان عندي عرضين ماشي عروض يعني كبيره، الواحد باش يكون صريح، كانوا عندي عرضين برك، واحد من العرضين كان في التقديم، مع العلم انا كنت يعني تقدمت باش ندير كاستينج، دائما كان التقدم ديالي للكاستينج على جهه التمثيل، ولكن هذه المرة يعني تفاجأت أنه جاني عرض للتقديم في حصة في يعني قناة من القنوات بدون ذكر الاسم. يعني تفاجأت، وصراحة تفاجأت في الوقت كونهم يعني شافوا في رمضان التقديم تاعي، شافوا طريقة التقديم تاعي في على الشروق في سيت كوم يعني. ويعني الإنسان هذا اللي صافو ديجا خبرته يعني أنه حين انا متواجده دركا في فرنسا، قلنا لعل وعسى في الايام المقبله ان شاء الله. عرض اخر هذاك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قولي لنا ثاني كاين، نتمنى ان شاء الله يفتحوا لنا الحدود وننزل ان شاء الله يا ربي. الانسان يعني نخمو في كاع الناس، الانسان ما يخممش غير في روحه. اكيد نعملكم زياره نشكركم. ان شاء الله ان شاء الله يا ربابك بردارك كما يقولوا. ويعني على بالنا بلي كاين فنانين بزاف متواجدين ديال الغربه، متواجدين بفرنسا، اسكو يعني راكم تتلاقاو وتهضروا على الخدمه تخدموا؟ انا اخت اكرام، اخت اكرام نعم سوا سوا الاخت اكرام، انا المدينه اللي نسكن فيها ما فيهاش بزاف العرب، انا نسكن في الحدود السويسريه لا فرونتيير يعني انا المدينه اللي نسكن فيها ما فيهاش بزاف العرب، ما فيهاش لا بليبار تلقيهم سوا في باريس وفي مارسي، انا وين نسكن شويه بعيد من جده. لكن هذا ما يمنعش انه تقدري تتواصلي مع الفنانين هنا ايضا في الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني راكي تتابعي شويه، راكي تشوفي القنوات خاصه قناه شروق، البرامج انا نخدموا فيها. انا قناه شروق من زمان يعني كنت ما درت خطوه في ميدان الفن، ومن احب القنوات الى قلبي هي قناه شروق، قناه يعني قناه العالم فيها قناة عائلة، قناة محترمة،
يعني صدقيني يعني ماشي مجامله ولكن هذه الحقيقه، قناه شروق من احسن القنوات، نقول لكم برافو. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ان نفس شاء الله. الشيء ليك ايمان. يعني مع الصباح كيكون صباح الشروق، تكوني مع الاخ لطفي، نكون خدامه الفارس باش نروح الخدمه، نشوف فقره محمد موفق. مجهول تحيه. مجهول تحيه باش تكون عندي فكره على الاخبار الفنيه، واش وصلها فكره عندي، يعني نطلع على يعني ماشي ساهل صح. والله سعداء جدا بمرورك معنا ايمان، شكرا لك. كما قلتي قناه الشروق تعرف تختار احسن الوجوه اللي يطلوا عبر شاشاتها كما اختارتك انت العام اللي فات، وان شاء الله نشوفوا لك تجربه جديده ان شاء الله معنا، وربي يوفقك. شكرا جزيلا لك. شكرا.